السلام عليكم وجمعة مباركة إن شاء الله. وأعتذر عن الصوت نتاعي، راني عندي لا غريب، راني مغريبي. اليوم حبيت نتكلم على مشروع نتاع مركز للأمومة والطفولة في محيط مدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، بالقرب من لا روتيني كولينير، يعني الحوض نتاع الماء نتاع سد الدويرة، يعني بالقرب، مكان رائع. إذن وهذا المركز نتاع الطفولة والأمومة راه دار تأخر كبير جدا، وهو الآن في يعني متوقف، أشغال متوقفة به، رغم أنه مركز جميل جدا. لو نشوف التصميم نتاعو، ورغم أنه المنطقة هذه عرفت نمو ديموغرافي منقطع النظير في الأعوام الأخيرة هذه، حيث أنه الآن أصبح يقطنها تقريبا حوالي 700 أو 800 ألف نسمة. إذن الاحتياج كثير جدا في مثل هذه المراكز للعناية بالأمومة والطفولة، ما يسمى بالكلينيك. ستين كلينيك اون فان دو كونت، ستين كلينيك نتاع الولادات. إن شاء الله المشروع هذا يعاود ينتعش وياخذ مسار نتاعو الطبيعي. السلام، والسلام عليكم.